بدوره أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن حزمة محفزات جذب الاستثمارات، مؤكدا سعي الدولة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات جذبا للاستثمار. وأوضح الخطيب أنه سيتم تنفيذ تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات على مرحلتين، إضافة لإعادة النظر في ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب من صافي الربح بدلا من جملة الإيرادات السنوية. اللي هنعرضه النهاردة ببساطة موضوعين أساسيين، جزء خاص بتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وده يمكن مهم أن أنا أقول لحضراتكم أن سعر الضريبة الحالي النهاردة الـ 22.5% هو سعر تنافسي، مش ده المشكلة. المشكلة أن عندنا أعباء ورسوم أخرى، ودي اللي بنتحاول نتعامل معاها خطوة خطوة، وهي مرحلية الإصلاح كما تفضل وزير المالية. الجزء الثاني اللي هقول لحضراتكم ملامحه هو البرنامج الجديد لبرنامج رد أعباء المصدرين. طيب الجزء الأول، أنا بتكلم حضراتكم على الرؤية الواضحة اللي احنا بنتكلم عليها في هذه عملية الإصلاح. أول حاجة، احنا عايزين مناخ استثماري جاذب للاستثمار تنافسي، لأن احنا بنواجه مجموعة كبيرة من الدول، ولازم نبص على التنافسية كأعد أحد المحاور الأساسية بالنسبة لنا. عايزين بيئة مؤسسية وتشريعية جاذبة مرغبة للاستثمار ومحفزة على الاستثمار، مع تبذليل كل العقبات كما تفضل، واعتقد اللي سمعتوه حضراتكم النهاردة من وزير المالية أكبر دليل على هذا. نمرة اتنين، المستثمر عايز حاجة واضحة بالنسبة له، عايز يجي يسأل هيستثمر في بلد ايه سعر الضريبة النهاردة وقدام العشرين سنة اللي جايين. مهم جدا ان عندنا رؤية واضحة لكل رقم بنقوله للمستثمر بوضوح وشفافية، ونبقى بنقوله وبنخاطبه كلنا بنقول نفس اللغة اللي نتكلم فيها.